اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وبسعادة إن شاء الله. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-3-03-591. ابعت لنا صور للعربية وجميع مواصفات العربية وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جايب لحضراتكم عربية تويوتا ربع نقل موديل العربية 1981. يلا بينا على بركة الله نستعرض الصور مع بعض وحول لحضراتكم على مواصفات العربية وسعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. دي تويوتا ربع نقل موديل 1981، فيها المكنة البنزين، مرور القطامية، فيها رخصة منتهية من يومين، رشة بره نظافة فقط بدون معجون، دواخل العربية فابريكا بدون جرام بويا واحد، فيها طقم كاوتش جديد، فيها عفشة لسه راكبة، فيها كرسي فرداني، فيها زجاج كهرباء، فيها وحدة رفع كاملة، فيها باور. العربية مش عايزة جنيه مصروف. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا ربع نقل موديل العربية 1981، سعرها 65,000 جنيه. سعر العربية 65,000 جنيه، وعلى فكرة السعر قابل للتفاوض البسيط بعد المعاينة. للتواصل مع صاحب تويوتا ربع نقل موديل العربية 1981 هيكون على رقم 010-250-66206. الرقم مرة تانية 010-250-66206. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.